اليوم عندي لكم اعدادات ديال العيد شروط كما العادة. ندخلو الخيارات المطورة، كتعود لتحت تهبط كتهبط، كتوصل حتى كتوصل للرسوم المتحركة، حجم الرسوم كتخليها في 5. دب اصغر عرض كدير 600 700 حتى 800 على حسب التليفون ديالك وحسب الخفة ديال الحركة ديال التليفون ديالك، فاش كتكون كدور واش مريقلة او ما مريقلاش. وكاتشي سهولة الاستخدام، هادشي البدني، مؤشر الماوس الكبير كتفعلو كدير عاوتاني شنو سميتو كتخرج عاوتاني وكتمشي ل شنو سميتو البحث، كتكتب سرعة المؤشر، كتطلع لك هي الأولى. كتكون السرعة كتكون في النص، انت ديرها كاملة. دابا ادخل تسيي الإعدادات ديالك. اوكي، غنشوفو بعض اللقطات. هنا واحد اللقطة مع واحد خونا كيلعب بالأعوام بزاف، وان شوت صراحة ما تحسبتش القطرة هذه على القرب بالام بي 90. وكذلك النقطة هذه، هي الأولى هي الثانية والثالثة، تعد اللقطة هذه أو الثانية جذب أصفر. أوكي، يرى ما يمكنش تضرب هيد شوت 100%، بحال دابا هيد شوت كاملة حمراء ما يمكنش إلا إذا كنت مستعمل الملفات ودايرة شي زويتة. هانتوما يثبت لي هدرة تطلع. كنا طورنا معاه بزاف، أجاج دبل عيد، زيدو عيد وحدة أخرى. هنايا عاوتاني كاين ضربني بكلا، باش ضربني هذا؟ المهم ما عليناش. هنا جربنا داك اليو اس بي كيما كتشوفو، هاي الأولى الثانية يو اس بي. وهنا غنكونو سالينا الحلقة، إذا كان عندكم شي استفسار أو شي حاجة خليوها لنا في الكومنتات، ولا تنساش تشترك ولايك.